يعني هم اليابان بعد خسارتنا مع خسارتهم معانا بال 93 يمكن مو خساره تعادل. يعني هي صارت لهم طلع بالهدف هذا هم خساره لهم لانه طلعوا من المونديال. تحياتنا لمهاجمنا السابق الدولي جعفر ابو عمران. محمد نعم يعني بعد هالاتحاد ما وصلنا انه الاتحاد الياباني اجتمع انه قرر انه يطلق دوري المحترف وطلق دوري المحترفين بثمان انديه فقط. ثمان انديه الان اللي احنا لحد الان بعدنا ما طالقين دوري المحترف ولا زال عليه الاعتراضات من قبل الانديه من قبل كثير من الناس اللي هم مصدين للوسط بالوسط الرياضي. ومن 93 انطلق من 94 انطلق الدوري مالهم المحترفين بثمان فرق فقط. نعم اللي انت وبعدها بداياتها بعدها تطور حتى المستوى الثاني والمستوى الثالث اصبح مو كانت الفكره موجوده عند رئيس الاتحاد خليني بدي ولو 10 فرق استاذ ايه؟ خلاص الفكره موجوده بس من الادوات اللي تنفذها تحتاج عوامل بيئه مناسبه حتى هذا الموضوع يمشي بالاتجاه اللي تتمناه. يعني بمناسبه الحديث عن التخطيط القديم البرازيلي من الخمسين اليوم سيطر على كاس العالم.